السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم موعدنا مع درس الدوال المثلثية للزوايا. اتعلمنا إزاي نجيب الدوال المثلثية للزاوية الحادة في المثلث القائم الزاوي. اليوم بنتعلم نجيب الدوال المثلثية لزاوية في الوضع القياسي في المستوى الإحداثي المتعلق. إحنا اتفقنا إن الزاوية عشان تكون في الوضع القياسي لازم يكون ضلعها ضلع الابتداء يكون موجود في الاتجاه الموجب لمحور X في هذا المكان، ده الضلع الابتداء. وهنا عند نقطة الأقصى أصل هي نقطة رأس الزاوية. طيب لو افترضنا أن ضلع الانتهاء للزاوية جه مثلا في المكان ده، أو بهذا الشكل، فتصبح الزاوية دي هي زاوية فيه، الزاوية دي كده هي الزاوية فيه. طيب احنا عايزين نجيب الدوال المثلثية للزاوية سي. طيب لو افترضنا ان في نقطة تقع على ضلع الانتهاء، النقطة دي عشان اجيب احداثياتها بمشي مسافة في الاكس، يعني كده بمشي مسافة اكس على محور اكس واطلع مسافة لفوق كده هي واي من هنا الى هنا. المسافة من هنا لهنا بسميها واي، بقى مثلث قائم الزاوية، أصبح مثلث قائم الزاوية. عندي المسافة دي طول الضلع ده إكس وطول الضلع ده واي، وأفترض إن الوتر اسمه آر. طبعا عشان أجيب الآر، الآر ده بيساوي قلنا من نظرية فيثاغورس ربع ربع واجمع، يعني حط الدي تربيع زائد دي تربيع الواي تربيع. طيب أنا عشان أجيب الدوال المثلثية لازم يكون عندي ثلاث معلومات، إيه هم؟ عندي الإكس والواي والار. لو عندي الثلاث معلومات دول على طول بقول ان الساين الدوال المثلثيه بقى نجيبها ثيتا هتساوي واي على ار، طب الكوساين ثيتا هتساوي اكس على ار، التان ثيتا هتساوي واي على اكس. ومقلوبات الدوال المثلثيه دي اللي هي الساين مقلوبها كوسيك ثيتا، قلنا اللي اوله اس مقلوب اوله سي بيساوي اقلب تبقى ار على واي، الكوسيك اولها اس سي يبقى مقلوب اوله اس سيك ثيتا بتساوي هنا اكس على ار يبقى ار على اكس. طيب الكوتان مقلوب التان، واي على اكس تبقى اكس على واي. يبقى هي دي الدوال المثلثيه الست لزاويه في الوضع القياسي. تعالوا ناخد مثال مع بعض كده ونحل. بيقول لي اذا كان ضلع الانتهاء للزاويه المرسومه في الوضع القياسي يمر بالنقطه سالب 4 وسالب 3 وسالب 4، فاوجد القيم الدقيقه للدوال المثلثيه الست للزاويه. طيب أول حاجة نشوف شكل الزاوية دي هيكون فين. طبعا عشان أجيب الضلع الانتهاء، النقطة دي تمر بضلع الانتهاء سالب 4 سالب 3 وسالب 4، يبقى سالب 3 دي في الإكس دي إكس وهنا واي، سالب 3 في الإكس أمشي سالب 3 في الإكس مسافة يبقى دي سالب 3. تمام. طيب وانزل لتحت سالب 4 يبقى المسافة دي سالب 4، سالب 3 وسالب 4. باقي عندي الار اجيبها، يبقى عندي الاكس جبناها خلاص، الاكس هتساوي سالب 3 والواي هتساوي سالب 4 والار ربع ربع واجمع، حط تربيع للثلاثة تبقى 9، طبعا هتبقى بالموجب لان التربيع يخليها لي موجب، سالب ضرب سالب زائد 4 ضرب 4 16، يطلع مجموعهم 25 اللي هي بتساوي كام؟ 5. يبقى انا عندي خلاص الاكس سالب 3 الواي سالب 4 والار ب 5. نجيب الدوال المثلثيه ساين ثيتا هتساوي، قلنا بتساوي واي على ار اللي هي بتساوي سالب 4 على 5. طيب الكوساين ثيتا بتساوي اكس على ار
اللي هي بتساوي كام على كام؟ الاكس في سالب 3 على الأرض 5 تان ثيتا بتساوي واي على اكس، الواي سالب 4 على سالب 3، السالب يروح مع السالب يبقى 4 على 3. نروح نجيب مقلوبات الدوال المثلثية، كوسيك ثيتا، حط السالب هنا او في اي مكان مش هتفرق، المهم تكون موجودة في الكسر فوق او تحت او قبل الكسر كده. 4 سيك ثيتا هتساوي سالب 5 تبقى فوق و3 تحت، اقلب الكوتان مقلوب التاني 3 على 4. يبقى كده جبنا الدوال المثلثية الست لزاوية موجودة في الوضع القياسي. بعد كده عندي الزاوية الربعية. ايه هي الزاوية الربعية؟ هقول لك لو انا عندي المستوى الاحداثي بتاعي اللي هي الشبكة التربيعية. ادي الشبكة التربيعية. طبعا احنا قسمنا قبل كده الشبكة التربيعية، قلنا الزاوية هنا بتكون صفر، وبعدين هنا 90 درجة، وهنا نزود 90 يبقى 180، نزود كمان 90 يبقى 270، لو زودنا 90 نرجع تاني ل 360. طيب لو انا عندي زاويه في الوضع القياسي وضلع الانتهاء جه هنا مثلا او هنا او هنا او في اي مكان، يبقى الزاويه دي قياسها دي كام؟ هتقول لي اكبر من صفر واقل من 90. طب لو كان جه ضلع الانتهاء هنا في المكان ده كده، هنا ضلع الانتهاء جه هنا، يبقى الزاويه دي قياسها اقل من 90 ولا 90؟ يبقى الزاويه دي قياسها 90، وفي الحاله دي بسميها زاويه ربعيه. طيب لو جه ضلع الانتهاء هنا هيبقى قياس الزاويه كام؟ 180 وتبقى اسمها زاويه ربعيه. لو جه هنا هيبقى 270 يبقى اسمها زاويه ربعيه. طب لو جه هنا هيبقى الزاويه دي اسمها صفر، قياسها صفر واسمها زاويه ربعيه. يبقى امتى تكون الزاويه اسمها زاويه ربعيه؟ اذا وقع ضلع الانتهاء للزاويه المرسومه في الوضع القياسي على محور اكس او على محور واي فان الزاويه تسمى زاويه ربعيه. عرفنا امتى الزاويه تكون ربعيه؟ طيب واتفقنا ان الزوايا الربعيه ممكن تكون صفر او 90 او 180 او 270. تعالوا ناخد مثال ونحله مع بعض. بيقول لي اذا كان ضلع الانتهاء للزاويه المرسومه في الوضع القياسي يمر بالنقطه دي. لو ضلع الانتهاء مر بنقطه والنقطه دي فيها صفر، اعرف ان الزاويه دي على طول هي زاويه ربعيه، سواء صفر هنا او صفر هنا. ليه؟ لو انا عندي مثلا ادي المحاور، محور اكس ومحور واي، وقلت لك هنا مثلا 3، النقطه دي احداثياتها كام؟ هتقول لي 3 في الاكس، مشينا 3 في الاكس. طب طلعنا كام او نزلنا؟ ولا طلعنا ولا نزلنا، يبقى ايه؟ صفر واي، يبقى فيها صفر في الواي. طيب هنا لو قلت لك هنا 3 تقول لي احداثيات النقطه يمين ولا يسار، مشينا ولا رحنا يمين ولا يسار، يبقى صفر في الاكس وطلعنا فوق 3 في الواي. مشينا كده مثلا دي سالب 3، هتقول لي في الاكس سالب 3 والواي صفر، هتقول لي هنا مثلا سالب 3، هيبقى مشينا صفر في الاكس ونزلنا تحت سالب 3 في الواي. يبقى لو لاحظت ان اي نقطه تقع على المحاور على طول فيها صفر، يا اما صفر في الاكس او صفر في الواي. اي نقطه تقع على محور اكس يبقى الواي بصفر، اي نقطه تقع على محور واي الاكس هي اللي بصفر. طيب تعالوا نكمل المساله ونشوف رسمتها. الزاويه ثيتا طبعا النقطه صفر وستة هتقع في هذا المكان، صفر في الاكس وستة في الواي. طيب حد يقول لي الزاويه دي يبقى قياسها كام؟ اللي طلعها ضلع الانتهاء يقع في هذا المكان. طبعا الزاويه هنا اتفقنا ان بدل هنا يبقى 90 درجه. طيب نقدر نجيب الدوال المثلثيه. قلت عشان اجيب الدوال المثلثيه الزاويه في الوضع القياسي لازم احدد ثلاث اشياء، الاكس بصفر ده اكس، والواي بست، والار، الار على طول هي الرقم اللي موجود هنا.
عشان احنا اتفقنا ان النقطه تقع على اي محور من المحاور هيكون فيها صفر وعدد تاني. الار دايما هي العدد التاني بس بالموجب، حتى لو كان ثابت تحط انت بالموجب. طب جت ازاي؟ هقول لك. احنا اتفقنا عشان اجيب الار ربع ربع واجمع صفر تربيع بصفر زائد 6 تربيع، يعني 6 ضرب 6 36، 0 زائد 36 36 جذرها 6. يبقى على طول من غير ما تعذب نفسك الار هي العدد اللي موجود هنا بس بالموجب، شرط دائما موجب. طيب كده نقدر نجيب الدوله المثلثيه الست، نقدر نجيب الساين والكوساين والتان. اقول ساين ثيتا بتساوي اتفقنا الساين بتساوي واي على ار، يعني بتساوي 6 على 6 اللي هي بتساوي كام؟ طيب الكوساين ثيتا هتساوي اكس على ار، الاكس بصفر على ار بستة، صفر على ستة صفر. التان ثيتا هتساوي واي على اكس اللي هي ستة على صفر. اه طب الستة على صفر دي طبعا القسم على صفر غير معرف، يبقى الدالة المثلثية دي غير معرفة. هنجيب المقلوبات. السك الكوسك ثيتا بتساوي اقلب 6 على 6 هي هي 1. السك ثيتا سك ثيتا بتساوي اقلب دي، تبقى بدل ما هي 0 على 6 بقى 6 على 0. طيب ما القسم على 0 غير معرف، يبقى الداله المثلثيه دي غير معرفه. التان مقلوبها كوتان كوتان ثيتا اقلب دي، هي هنا غير معرف لكن لما نقلبها هتبقى الصفر فوق والسته تحت، خلاص كده المشكله اتحل، صفر على سته اهي الصفر. يبقى هي دي الدوال المثلثيه الست للزاويه الرباعيه. ننتقل بعد كده الى الزاويه المرجعيه. اي زاويه في الوضع القياسي لها زاويه مرجعيه. ايه هي الزاويه المرجعيه؟ الزاويه المرجعيه هي الزاوية الحادة المحصورة بين ضلع الانتهاء بين ضلع انتهاء الزاوية والمحور اكس. يعني لو انا عندي ادي المحال محور واي وده محور اكس، وجيت رسمت زاوية في الوضع القياسي، طبعا ده ضلع الابتداء اهو المكان ده، وضلع الانتهاء وليكن هنا، يبقى ده ضلع الانتهاء. تمام؟ طيب الزاوية دي هي زاوية ثيتا. فين الزاوية المرجعية للزاوية ثيتا؟ الزاوية المرجعية بنسميها الزاوية المرجعية للزاوية ثيتا بنسميها ثيتا داش. طيب هو قال لي ان الزاويه المرجعيه للزاويه ثيتا هي الزاويه الحاده، خلي بالك من كلمه الحاده، المحصوره بين ضلع انتهاء الزاويه والمحور اكس. طيب ادي ضلع انتهاء الزاويه وادي محور اكس، فين الزاويه المحصوره بين محور اكس وضلع الانتهاء؟ عندي زاويتين، الزاويه دي محصوره بين ضلع الانتهاء والمحور اكس، والزاويه دي محصوره بين ضلع الانتهاء ومحور اكس، بس هو قال لي زاويه حاده فطبعا هتكون هي دي الزاويه المرجعيه ثيتا داش. دي تسمى الزاوية المرجعية. أي زاوية في الوضع القياسي لها زاوية مرجعية. طيب برضو عايزين نعرف يعني إيه؟ لو أنا عندي في المستوى الإحداثي زاوية مرسومة في الوضع القياسي، هنا ضلع الابتداء ومثلا هنا ضلع الانتهاء، وقلت لك إن الزاوية ثيتا دي قياسها 150 درجة. اتفقنا إن هنا 90 وهنا 180 وهنا 270 وهنا طبعا صفر. طيب قلت هي الزاويه ثيتا داش اللي هي الزاويه المرجعيه، اكيد هي دي، دي ثيتا داش. طب قياسها كام؟ مش من هنا لهنا 180، طيب احنا قلنا قياس ثيتا كام؟ 150، يبقى كام باقي للزاويه المرجعيه؟ هتقول لي 180 ناقص 150 اللي هي بتساوي كام؟ 30 درجه. تمام كده؟ يبقى الزاويه المرجعيه هنا للزاويه 150 هي 30 درجه.
طب ليه قلت 30؟ ليه قلت 180 ناقص 150؟ لان من صفر الى الجزء ده 180 درجه، خدنا منهم 150 باقي كام؟ 30. يبقى انا على طول هحط قاعده، اذا كانت الزاويه تقع في الربع الثاني، طبعا اتفقنا، شيل كل ده بقى، ادي المحاور هنا الربع الاول وهنا الثاني الثالث الرابع. الربع الاول من صفر الى 90، والربع الثاني من 90 الى 180، الربع الثالث من 180 الى 270، والرابع من 270 الى 360. لو كانت الزاويه تقع في الربع الاول في هذا المكان، الضلع النهائي يقع هنا ثيتا، فهتبقى ثيتا بتساوي ثيتا داش، وما عندناش فيها مشكله. طيب لو ضلع الانتهاء وقع في الربع الثاني هنا في هذا المكان، اقول له الزاويه ثيتا ثيتا داش، ثيتا داش بتساوي 180 ناقص الزاويه اللي هو عطاها لي. يعني لو الزاويه زي ما قلنا من شويه 150، اقول 180 عشان اجيب المرجعيه، اقول 180 ناقص ثيتا ناقص 150. طب لو في الربع الثالث اقول ثيتا داش بتساوي الزاويه ثيتا نفسها ناقص 180. مثال، لو انا عندي زاويه قياسها 210، 210 تقع في الربع الكام؟ طبعا الربع الثالث من 180 الى 270، فال 210 تقع في الربع الثالث، يعني عشان اجيب الزاويه المرجعيه اقول ثيتا داش بتساوي 210 اطرح منها 180، برضه هتساوي 30 درجه. كده عرفت ازاي اجيب الزاويه المرجعيه لو كانت في الربع الثالث. طيب تعالوا نشوف لو وقعت في الربع الرابع، يعني جت في هذا الربع. مثلا زاويه قياسها 315 هنا، 315، فالثيتا داش الزاويه المرجعيه هتكون هي دي. طبعا الضلع الابتداء بيكون هنا، يبقى كل الزاويه دي ثيتا 315. طب قياس الزاويه دي كام؟ هيساوي مش كلها 360 ناقص ال 315 عشان اكملهم 360 هيساوي 45 درجه. يبقى اذا كانت الزاويه تقع في الربع الرابع اقول بتساوي 360 دي ثيتا داش، 360 ناقص ثيتا، تمام كده. طيب تعالوا نشوف المسائل في جدول بسيط كده لازم نعرفه. اذا كانت في الربع الاول ثيتا بيساوي ثيتا داش، في الربع الثاني 180 ناقص ثيتا، في الربع الثالث ثيتا ناقص 180، الربع الرابع 360 ناقص ثيتا. طيب بيقول لي ارسم كلا من الزوايا الاتيه في الوضع القياسي ثم اوجد الزاويه المرجعيه لها. اول زاويه عندي هي 210، اتعلمنا قبل كده ازاي نرسم زاويه 210. لو انا عندي ادي المستوى الاحداثي المتعامد، عشان نرسم زاويه قياسها 210 طبعا بمشي من هنا الى هنا 180، بقى كام بقى عن 210؟ بقى 30 درجه بالمنقاله زي ما اتعلمنا قبل كده، وارسم اعد 30 درجه وانزل واحط نقطه ونوصل، يبقى هي دي كلها كده كام؟ 210. طيب بالنسبه للزاويه المرجعيه اجيبها ازاي؟ اهم حاجه عندي اعرف الزاويه دي في الربع الكام؟ في الربع من هنا من صفر ل 90 ل 180 ل 270 ل 360. طبعا 210 تقع في الربع الثالث، والربع الثالث قلنا ثيتا داش اللي هي المرجعيه بتساوي ثيتا الزاويه ثيتا ناقص 180. يبقى الكلام ده هيساوي ثيتا اللي عندي هو عطاني ب 210 ناقص ال 180، يبقى الثيتا داش بكام الزاويه المرجعيه؟ ب 30 درجه. تمام. ننتقل للجزء اللي بعد كده، بيقول لي اوجد الزاويه المرجعيه للزاويه 2 باي على 3. هشوف هنا هلاقي ان الزاويه دي مكتوبه بالراديان، طب ما نحولها، الافضل ان احنا نحولها لزوايا بالدرجات عشان اقدر اتعامل معاها بسهوله. اقول 2 باي
على 3 عشان احولها الراديان على طول ضرب ضرب 180 على باي. اي زاويه عايز تحولها من راديان الى درجات على طول بضرب في 180 على باي. طبعا دي مع دي تنتهي، واضرب ممكن تساويها بالحاسبه او تبسط تبسيط عادي على 3 1 قسم 180 على 3 يساوي 60. يبقى الزاويه عندي هنا كام؟ 120. دي ايه؟ دي الزاويه ثيتا نفسها 120. طيب عايز اجيب المرجعيه ثيتا داش، لازم اعرف دي تقع في الربع الكام؟ ثيتا داش. طبعا دي زاويه 120 يعني تقع في الربع الايه؟ الربع الثاني، لان الربع الثاني من 90 الى 180. طيب الربع الثاني قلنا بيساوي 180 ناقص الزاويه ثيتا، يعني بيساوي 180 ثيتا ب 120. يبقى الزاويه المرجعيه عندي كام؟ 60 درجه. كده انا عرفت ازاي اجيب الزوايا المرجعيه لاي زاويه. طيب عايز افكرك بالدوال المثلثيه او النسب المثلثيه للزوايا الخاصه. قبل كده قلناها في فيديو سابق واذكركم بيها. عشان اجيب مثلا الساين 30، طبعا انا في عندي في التحصيلي لما اجي ادخل اختبار تحصيلي ما بيكونش معايا حاسبه، فلازم الاشياء دي كلها تكون تحفظها او فاهمها بالطريقه دي. لو حبيت اجيب الساين للزاويه 30 مثلا، ادي الزاويه 30، الاصبع ده حج الزاويه 30. طيب كل اللي بعمله بحط جذر فوق واثنين تحت على كل الدوال المثلثيه، جذر فوق واثنين تحت في الساين والكوساين. طيب اعد الاصابع اللي تحت، في كام اصبع؟ في واحد، يبقى احط واحد فوق واثنين تحت يبقى واحد على اثنين. يبقى الداله المثلثيه ساين 30 على طول عرفتها بكام. طيب لو حبيت اجيب ساين 60 مثلا، حط فوق جذر وتحت اثنين. طيب ادي ال 60 اهي، عد الاصابع اللي تحت، واحد اثنين ثلاث اصابع، حط ثلاثه فوق يبقى بيساوي جذر 3 على 2. طيب ده بالنسبه للساين. لو حبيت اجيب الكوساين، كوساين 30، الكوساين بعد الاصابع اللي فوق، الكوساين عد الاصابع اللي فوق، واتفقنا بحط فوق جذر وتحت 2 على طول. طيب ادي ال 30، عد 1 2 3 يبقى بيساوي جذر 3 على 2، ده كوساين 30. طب عايز اجيب كوساين 45 مثلا، حط جذر على 2، ادي ال 45 بعد الاصابع اللي فوق، عد 1 2 يبقى 2 جذر 2 على 2. طبعا دي الاشياء لازم تكون فاهمها وعارفها والمفروض تكون محفوظه في جدول المفروض الناس تحفظه طبعا، اللي هو جدول الدوال المثلثيه. الساين 30 ساين 45، ده الجدول ده لازم يتحفظ ويكون معروف. نروح نشوف ايجاد قيمه داله مثلثيه. بيقول لي اوجد القيمه الدقيقه للداله المثلثيه كوساين 240. طيب هنا بقى الزاويه المرجعيه هي اللي بتنفعني، والدوال المثلثيه لو انت حافظها خلاص المساله بتنتهي. طبعا الكلام ده بدون حاسبه، يعني انت لو حطيت دي بالحاسبه على طول هتطلع، لكن الاختبار بيجي لك بدون حاسبه، او انت لما بتدخل في الاختبار التحصيلي بيجي لك اوجد كوساين 240 مش هيكون في حاسبه. طيب اعمل ايه؟ اول حاجه اجيب الزاويه المرجعيه، اول شيء نجيب الزاويه المرجعيه. وقبل ما تتعلم ايه الزاويه احنا اتعلمنا الزاويه المرجعيه، عايزك تعرف اشارات الدوال المثلثيه. الزوايا في الربع الاول هنا بتكون كلها الدوال المثلثيه ليها مجابهه، يعني الساين والكوساين والتان لاي زاويه تقع في الربع الاول من 0 الى 90. اي زاويه هنا كوساين مثلا 60 بموجب، كوساين 85 هتطلع موجب، ساين 185 موجب. اي داله مثلثيه في الربع الاول بتكون موجبه. هنا هنقول الكل موجب، اول كلمه اول دي يعني كل، وهنتعلم طريقه ازاي نحفظها بسهوله. يبقى هنا الكل موجب، انا هتعلم بس الموجب والباقي معروف يكون زائد. في الربع الثاني الساين اللي هي اس ساين بتكون موجبه والباقي ايه؟ سالب. الساين اللي هي اس. في الربع الثالث التان بس هي اللي موجبه، اللي هي لو حطينا لها تي. في اخر خالص كوساين بس هي اللي بتكون
موجب وباقي الدوائر المثلثيه بتكون سالب، يبقى ممكن احفظها بالطريقه دي، اقول all stc all stc. طيب all الكل موجب، s الساين موجبه، t التان هي الموجبه، والسي الكوساين هي اللي موجبه. يبقى انا لما اجي احدد قيمه الداله المثلثيه لازم اعرف ايه الداله دي تقع في الربع الكام، موجبه ولا سالبه، واعرف الزاويه المرجعيه فيها. الموضوع كده يكون انتهى. تعالوا نتعلم ونشوف. عندي كوساين 240، 240 تقع في الربع، كوساين 240، 240 تقع في الربع الثالث، تقع في الربع الثالث، وقلنا في الربع الثالث عشان اجيب السيتا داش بتساوي ثيتا الزاويه اللي هو عندي ناقص 180، يعني ثيتا داش هتساوي 240 ناقص 180 اللي هي بتساوي 60 درجة، يبقى دي المرجعية. المرجعية بتساعدني إن أجيب الدالة المثلثية لزاوية كبيرة بدون حسب. طيب، يبقى الكلام ده هيساوي الكوساين في الربع الثالث all s s t التان هي اللي موجبة والكوساين تبقى سالبة، يبقى الكلام ده بيساوي سالب كوساين 60 درجة. طيب، إحنا اتعلمنا الدوال المثلثية أهي. الدوال المثلثية كوساين 60 في نص، الكوساين جيب التمام كوساين 60 في نص، يبقى الكلام ده هيساوي سالب نص، هيساوي ادي السالب كوساين 60 نص، يبقى سالب نص. تاني نقولها كده سريعا، عندي هنا أول حاجة لازم أجيب أعرف الدالة المثلثية دي في الربع الكام، عشان أعرف إشارة لقيتها في الربع الثالث، والربع الثالث ده التان فقط هي الموجبة، قلنا all s t t tan c التان هي اللي موجبة فقط، يبقى الكوساين سالبة. الزاوية المرجعية كام؟ 60، يبقى سالب كوساين 60، كوساين 60 بنص، حطها وخلصت المسألة وانتهت. طيب، نروح ناخد كمان مسألة. بيقول لي أوجد كوسيك 5 باي على 6. طيب، ما احنا قلنا دايما المسائل اللي بالراديان أو الزوايا اللي بالراديان نحولها لدرجات، وعشان أحول من راديان لدرجات قلت هضرب أهي 5 باي على 6 هضربها في باي على 180، لا عفوا نضربها في 180 على باي. طبعا الباي دايما بتمشي مع الباي، وممكن أحسبها بعد كده بالحاسبة أهي. أقول كسر 5 على 6 ضرب 180، يبقى الزاوية دي تطلع 150 درجة، يساوي 150 درجة. طيب، الزاوية 150 تقع في الربع الكام؟ الزاوية 150 طبعا تقع في الربع الثاني أهو، من 0 ل 90 180 270، يبقى الزاويه دي تقع في الربع الايه؟ الثاني. والربع الثاني قلنا all الكل موجب، s يبقى الساين هي اللي موجبه في الربع الثاني، tan في الربع الثالث، كوساين في الربع الرابع، all stc. يبقى s الساين هنا موجبه اللي هي الزاويه دي 150. طيب انا عندي هنا الكوسيك، عندي مشكله ثانيه. طيب الكوسيك مقلوب ايه؟ الكوسيك بتساوي واحد، دي اولها سي، يبقى مقلوبه اوله ساين. يبقى احنا الاول نتعامل مع الساين ونقلبها نجيب الكوسيك، دي واحد على ساين، نتعامل مع الساين. يبقى انا هجيب ساين ال 150، ساين ال 150 دي هتساوي ايه؟ هجيب المرجعيه، قلنا في الربع الثاني 180 ناقص ثيتا عشان اجيب الزاويه المرجعيه، ثيتا داش. أقول الزاوية المرجعية أهي 180 ناقص 150، يبقى الزاوية بتاعتي بتساوي كام؟ 30. وهنا الإشارة موجبة ولا سالبة؟ طبعًا موجب، يبقى هنا الكلام ده هيساوي ساين موجب، ساين 30، ساين 30 بنص. طيب أنا عايز أجيب الكوسيك، يبقى الكوسيك اقلب على طول، كوسيك 5 باي على 6، اقلب
واحد على اتنين تبقى اتنين على واحد اللي هي اتنين. كده يبقى جبنا دالة الكوسيك. ناخد مثال تاني من واقع الحياة، يقول لي إذا كان طول كل ذراع من أضلع الأرجوحة بالشكل المجاور 84، يعني طول الذراع ده 84 وده 84 قدم، وارتفاع محور الدوران، محور الدوران اللي هو الارتفاع من الأرض إلى هنا هيساوي 97 قدم. أوجد الارتفاع الكلي من نهاية الذراع الأصفر، يبقى أنا عايز أجيب الارتفاع الكلي للذراع الأصفر. لو لاحظت إن الذراع الأصفر يرتفع المسافة دي كاملة اللي هي مسافة ارتفاع محور الارتكاز أو محور الدوران اللي هو 97، وكمان في مسافة صغيرة هنا اسمها واي. طيب هو قال لي إن في زاوية هنا قياسها كام؟ سالب 200. طيب لو خدنا ده كده، لو أنا عرفت الواي ارتفاعها كام يبقى كده هجمعها على 97 أعرف ارتفاع الذراع الأصفر. طيب لو خدت أنا الجزء ده أصبح مثلث قائم الزاوية، هنا الواي وهنا 84 وهنا الزاوية ثيتا اللي هنا دي كام؟ دي لازم أعرف الزاوية المرجعية. ممكن أحول الزاوية دي إلى موجب، أقول سالب 200 عشان أحولها الموجب قبل كده قلنا نجمع عليها 360 اللي هي بتساوي 160 درجة. يبقى الزاوية دي ثيتا من هنا إلى هنا بيساوي 160 درجة. فين الزاوية المرجعية؟ الزاوية اللي تحت طبعا هتساوي كام؟ 20. يبقى الزاوية دي 20. يبقى قلنا من هنا، من هنا لأن الضلع الابتداء بيكون هنا، من هنا إلى هنا 160. يبقى الزاوية المرجعية عشان نكمل ال 180 بقول 180 ناقص الزاوية ناقص ثيتا هيساوي 20، يبقى أنا عندي 20. طيب أنا عندي في الدوال المثلثية لازم أدور على دالة مثلثية تربط الزاوية ثيتا بالمقابل والوتر، يبقى ما عنديش غير الساين. ساين ثيتا بتساوي المقابل على الوتر، تمام. يبقى أنا هجيب أول حاجة ساين 20 هتساوي المقابل كام؟ واي مجهول على الوتر 84. عشان أطلع قيمة الواي نضرب بس، يبقى الواي هيساوي واي طبعا ضرب واحد بواحد بيساوي 84 في ساين 20، 84 ساين 20. ونبدأ نحسب بالحسبة. عندي هنا 84 أدي 84 ضرب ساين 20 هيساوي تقريبا 28.7. طب ده ارتفاع الذراع كامل ولا ارتفاع الجزء اللي هو الواي؟ طبعا ده ارتفاع الجزء واي فقط اللي هو 78. يبقى ارتفاع الذراع، ارتفاع الذراع الاصفر يساوي، قال لي الجزء ده 97 زائد 28.7 ونحسبها بالحاسب على طول تطلع 125.7 تقريبا قد. وكده نكون انتهينا من الدرس ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.